والله زعلت عليك كتير يا بدعو. ما يزعلك على غالي يا هنو. العفا شلون لي زي بنطلون على جسمك؟ الله يساعده بيكونوا سلخ وجلدك رح تشعلوا عنك. الله لا يوفقك. كاتبين على البنطلون 90% قطن و10% نايلو، قام طلع 99% نايلو وواحد قطن، وهبلك البنطلون مثل البارود وصرت زلقت. ان شاء الله المنطقة المنطقة المحروقة مو كبيرة. شبر لفوق وشبر لتحت. ايه سعيد احنا ما عرفناكم. حنان خطيبة ابني هاني، ان شاء الله بيقبر قلبي ياها. احلى من منال ب 100 مرة. لا ب 150 مرة. هلا ليش هالحكي هذا هاني؟ الجواز اسمي ونصيب، بعدين انت هاني يعني مو حي الله. ايه في ناس بتطلع لفوق بتوقع على رقبتها شك. هلا ليش هالحكي يا ام هاني؟ الله يستريك. ايه يعني اللي بيبعتوا الله يا محلا، بعدين الله يهنيكم كلياتكم. وحش بلد، شو معكم بردانين؟ مساء الخير. اهلين، ما في داعي تعذبوا حالكم. يسلموا ايديك يا زهراء. ان شاء الله بيسلموا هالايدين. تفضلي. ليش مخبيه وشك زهراء؟ ابدا انا لما شافتني عم بحترق. شرفتونا. اهلين اهلين زهراء، الله يرضى عليكي. افتحي لي الشباك، حاسس عم تشفط علي. شوفي للقلب حبيبي مشوي. عن اذنك ميحي خي على زامورة الهوى اللي فات كانت عم تشفي. شو هي عم تشفي؟ المنطقة المحروقة. كتير 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 كتير. قديه يعني؟ شبر لفوق وشبر لتحت يعني كله. بالك من شبكة العنكبوت، ما حدا عرفان لوين خطه ولا حدا عرفان خطه منين. شو هاد؟ يخلصني بلدي. امسكي